بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة السابقة يا جماعة حكينا عن الثايرويد جلاند، وحكينا عن ديسوردرز بالنسبة لهم بالهايبر والهايبر ثايرويدزم. نكمل اليوم إن شاء الله في سيكشن دي اللي هو عبارة عن الاندوكراين كنترول تو ستريس. لو نيجي نطلع على الأشياء اللي أخذناهم إحنا بالإضافة للمقدمة، حكينا عن الأدرينال جلاند كورتكس المدلة، بعدين حكينا عن الهايبوثالاموس، البيتيوتري جلاند بأنواعها الأنتيريور أند بوستيريور، والثايرويد جلاند. سيكشن دي المؤلف حط عنوان اسمه يا جماعة اندوكراين كنترول تو ستريس، ودائما بنحكي لكم إنه المرجان الأساسي هو إيش يا جماعة؟ شو مرجان الأساسي؟ مرجعنا الأساسي هو الكتاب. ممتاز. أدرينال ريسبونس تو ستريس. إذا نشوف شو علاقة الستريس بالإندوكراين سيستم بالهرمونات. نسأل السؤال، وين أنا بكون عندي ستريس؟ إذا لا سمح الله مثل أمثلة، إذا صار عندي تروما، فيزيكال تروما، مش عندي ستريس، تعرضنا لبرد أو حمل لفترة زمنية طويلة، بصير عندنا ستريس، لوزي إذا بتلتهب بصير عندي ستريس، أي ضربة بصير عندي ستريس، قل الأكسجين بصير عندنا ستريس، الألم بيعمل لنا ستريس، الخوف بيعمل لنا ستريس، الخلل في النوم بيعمل لنا ستريس، تبقى طالع في عمارة بالمصعد بالأسانسير تقطع الكهرباء وانت جوا، أكيد راح يكون عندك ستريس. ولكن نسأل سؤال، الفسيولوجيست شو يعرفوا الستريس؟ الفسيولوجيست بيحكوا إنه الستريس يا جماعة هو عبارة عن زيادة الكورتيزول from the adrenal cortex وزيادة الإبنفرين والنور إبنفرين from the adrenal medulla. إذا الستريس هو عبارة عن زيادة الكورتيزول من الأدرينال كورتكس وزيادة الإبنفرين أند نور إبنفرين من الأدرينال medulla. يعني باختصار شديد، أنا في حالة الستريس الهرمونات اللي بتزيد بتم إفرازها من الأدرينال جلاند. لهذا السبب في كتب يا جماعة بدل ما يكتبوا endocrine response to stress بيكتبوا adrenal response to stress، لانها الادرينال جلاند هي الميجر جلاند اللي لها علاقه بالستريس. اذا عرفنا تعريف الستريس هو عباره عن زياده في الكورتيزول وزياده في الابرفين والنورابينفرين. من وين بيتم انتاجهم هذول يا جماعه؟ from the adrenal gland. والادرينال جلاند احنا اوريدي اخذناها في المحاضرات السابقه، حكينا عن بشكل عام عن الكورتيك والمدلة والكورتيزول والابنفرين والنورابينفرين. خلينا هون نحكي شوي مور ديتيلز اباوت ذا ادرينال جلاند هرمونز، سواء الكورتيزول اللي بيتم افرازه من الكورتكس، الابنفرين والنورابينفرين اللي بيتم افرازهم من المدلة. حط عنوان اللي هو الكورتيزول، بعد هو الاساس اللي راح نحكي عنه، بعدين نروح لعنوان ثاني بعدها الابنفرين اند نور ابنفرين. لو نسال سؤال، هل انا جسمي بينتج كورتيزول؟ سؤال بسيط جاوبونا عليه على الشات. هل انا جسمي بيفرز كورتيزول يا جماعه؟ يا جماعه بسالكم جميعا، انا عكشات، هل انا جسمي بيفرز كورتيزول ولا لا؟ بيفرز ولا ما بيفرز؟ جاوبوني يا جماعه. نعم صحيح، اذا جسمنا يا جماعه بيفرز كورتيزول، وفي عندنا ريجوليشن للكورتيزول. الهايبوثالموس بيعطيني كورتيكوتروبين ريزنج هرمون، بنزل على البيتيوتري بخليها تعطيني ادرينو كورتيكو تروبين هرمون، بنزل نازل على ادرينال كورتكس بخليها تعطيني كورتيزول. اذا انا جسمي بينتج كورتيزول بشكل طبيعي.
اوكي، والكورتيزول له وظائف اساسيه طبيعيه بجسمي. هلا واحد، في ناس بالمجتمع يا جماعه بخاف من الكورتيزول. الكورتيزول وين بخوف؟ اذا اخذناه بجرعات عاليه لفتره زمنيه طويله، ولكن بالوضع الطبيعي ضمن النورمال رينج كورتيزول موجود في جسمي وله كثير وظائف. فالكورتيزول يا جماعه وظائفه كثير بجسم الانسان. كورتيزول بحافظ على البلد بريشر، كورتيزول بحافظ على مين؟ على البلد بريشر. كورتيزول له علاقه في الميتابوليك هوميوستاسيس، اوكي، ممكن ياثر على البرودكشن اوف جلوكوز من الليفر بين الوجبات. من اهم الشغلات بالنسبه للكورتيزول يا جماعه اللي هو الانتي انفلاماتوري وانتي اميون فانكشن. لهذا السبب يا جماعه لما نحكي انتي انفلاماتوري، كورتيزول بسموه العلاج السحري، مليان الصيدليه كورتيزول باشكال صيدليه مختلفه، انتي انفلاماتوري فعلاج سحري كانه، وانتي اميون اذا اخذناه بجرعات عاليه. ميكانيكيه من خلالها يعتبر انتي اميون از فيري كومبلكس. فوجد العلماء ان الكورتيزول بيعمل انهبيشن لانتاج الليوكوترين والبروستاجلاندين، هذول لهم علاقه بالانفلاميشن. تعرف يا جماعه في عندنا شيء اخر اسمه لايسوسوم اخذناه في سي 1. فاللايسوسوم في جواته انزيم، لما تموت الخليه وجدوا العلماء ان الكورتيزول بيثبت اللايسوسومال ميمبرين، وهذا الكلام بيمنع البروتيوليتيك انزيم تطلع برا وتدمر الخلايا اللي جنبها. اذا جرحنا، الكورتيزول بيقلل الكابيلاري بيرميابيليتي في منطقه الجرح مشان ما نفقد سوائل. الكورتيزول بيمنع الجروث والفانكشن لبعض انواع الاميون سيل. اوكي، كورتيزول يا جماعه بجسمنا له علاقه بتطور الفيتال نيو نيتال لايف، فإله علاقه تطور البرين، الادرينال جلاند، اللنج. ولما احكي يا جماعه له علاقه بتطور اللنج، تذكروا هون يا جماعه ان الكورتيزول له علاقه بتطور اللنج، وتحديدا لما احكي عن اللنج I am talking about the production of the surfactant. تعرفوا انه في عندنا شيء اسمه الفيولس اخذناها في فيست 1 في الريسبيراتوري. هذه الالفيولس بتكون مالها؟ بتكون مسكره، فبتم افراز سيرفكتنت اللي هو عباره عن فاتي ماتيريال هون، اوكي، مشان تقلل التوتر السطحي وتنفخ الاكياس الهوائيه. ذاكرين هذا الكلام؟ لهذا السبب وجدوا العلماء ان الكورتيزول is very important in the production of the surfactant. وهذه السيرفكتنت بتقلل التوتر السطحي، تنفخ الاكياس الهوائيه مشان عند الولاده يكون اللنج فانكشن عند البيبي. اذا يا جماعه باختصار شديد، هل لو اسال سؤال، انا الكورتيزول موجود عندي ومهم لجسمي وبؤدي وظائف كويسه؟ نعم صحيح، وظائف كثيره ومتنوعه، وظائف كثيره وايش كمان؟ ومتنوعه. اعتقد في عندنا جدول هون، هنحكي عن الكورتيزول هلا. نحكي عن ايش؟ عن الكورتيزول. فمثل ما حكينا له علاقه في الاكشن للابنفرين نورابنفرين من خلال البيرميسيف رول، هذا اخذناه يا جماعه بالبيرميسيفنس. العلاقه في الميتابوليزم، بالانفلاماتوري، بالديفلوبمنت اللي حكيته قبل شوي انا، كل الموجودات هون. هنا المؤلف حاب يحط وظائف عامه يا جماعه للكورتيزول خلال الستريس. ففي عندنا هلا عنوان هنا الاشياء اللي اخذناهن اللي هن عباره قبل شوي ذكرت في السيرجيكال فانكشن اوف كورتيزول في الوضع الطبيعي. طيب ليش الكورتيزول بيزيد في الستريس؟ What is the effect of the increase of the cortisol during stress؟ اول نقطه يا جماعه لها علاقه في الميتابوليزم. اول نقطه لها علاقه في ايش؟ في الميتابوليزم. فوجد العلماء اثناء الستريس الكورتيزول بيعمل بروتين كاتابوليزم، تحديدا في البون والمسل، بيعمل ستيميليشن لليفر ابتيك اوف امينو اسيد بحولها لجلوكوز. اذا بين الوجبات وبالستريس برضه بحول الامينو اسيد لجلوكوز، انا بصنع جلوكوز في الليبر، هذا عمليه اسمها جلوكونوجينيسيس. فبصنع سكر انا، هذا الكلام بحافظ على مستوى السكر في الدم.
له علاقة بتحطيم الترايجليسرايد. لا تو فاتي اسيد اند مونوجليسرايد ان ذا بلاد. كورتيزول اثناء الاسترس له علاقة بالفاسكولار سيستم. فبيعمل لنا فازو كونستريكشن ان ريسبونس تو ابنفرين اند دور ابنفرين. الكورتيزول يا جماعه بيعمل بروتكشن لبعض التشيو من الدمج اثناء الاسترس. انتي انفلاماتوري، انتي اميون، وايضا واخر واحده اللي هي بيمنع النن اسينشال فانكشن اثناء الاسترس. فالريبرودكشن والجروث مش كثير مهم اثناء الاسترس، فهذا الكلام ماله ويمنعه اثناء ايش؟ الاسترس. اذا حكينا في الاول عن الفسيولوجيكال فانكشن للكورتيزول جسم الانسان اللي ذكرناهن، بعدين حكينا اثناء الاسترس ايش الميجر فانكشن ل الكورتيزول لهذا السبب. يا جماعه بشكل عام موجود عندنا الكورتيزول بيشتغل بأدي وظائف كثير مهمه اثناء الاسترس، ايضا شفنا علاقته في الميتابوليزم والكارديوفاسكولار سيستم والانفلاميشن والاميون فانكشن والبرودكشن، الا انه ايضا يا جماعه بشكل عام الكورتيزول يستخدم بجرعات عاليه كعلاج، فيعتبر فاليوبل تول في علاج الالرجي الحساسيه والارثرايتس الروماتيزم والتهاب المفاصل انفلاميشن اوف ذا جوينتس. اوكي، لهذا السبب الكورتيزول له فارماكولوجيكال افكت. مليان الصيدليه يا جماعه ادويه تحتوي على ايش؟ على كورتيزول. لما ناخذ كورتيزول كم يوم عادي ما في اي مشكله. وامتى بنحكي عن خطوره؟ لما احكي انا عن ايش؟ عن فتره طويله بجرعه عاليه بصير احكي عن سايد افكت واثار جانبيه. لما احكي عن كنترول للكورتيزول اخذناها في المحاضرات السابقه من هايبوثالاموس لانتيريور بيتيوتري لا ادرينال جلاند. طبعا هذا الكلام اللي بنحكيه احنا له علاقه في ايش؟ في الكورتيزول اللي هو الجزء الاول من الاسترس اللي بيتم افرازه من الادرينال كورتكس. وجد العلماء ايضا انه اثناء الاسترس بتمريز بعض الهرمونات مثل الالدوستيرون، الفازوبريسين، الجروث هرمون، الجلوكاكون، الاندورفين تاعت الالام. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني من الاسترس اللي حكيناه يا جماعه وجد العلماء انه ايضا المدله تعطيني ابنفرين ونور ابنفرين، ومثل ما حكينا يا جماعه يعني بزيد السمباثيتك اكتيفيتي، مثل ما حكينا ب 51 بزيد السمباثيتك اكتيفيتي. ولما بحكي عن سمباثيتك اكتيفيتي انا بحكي عن اسم اخر لها يا جماعه اللي هو فايت اور فلايت. فايت اور فلايت، الكر والفر. اذا الجزء الثاني من الاسترس هو عباره عن ابراز الابنفرين والنور ابنفرين بوتيره اعلى، وهذا الكلام ناتج عن السمباثيتك اكتيفيتي اللي سميناها ايش يا جماعه؟ فايت اور فلايت. فايت اور فلايت. اذا يا جماعه الجزء الثاني فيما يتعلق ب الستريس اللي هو عباره عن زياده الابنفرين نور ابنفرين، يعني زياده السمباتيك اكتيفيتي. زياده مين؟ سمباتيك اكتيفيتي اللي سميناه الفايت اور فلايت، الكر والفر. طيب سؤال، هل جسمي في ابنفرين او نور ابنفرين؟ طبعا، ما هي الادرينال مدله بتفرزه. طيب شو وظيفتين هذول اثناء الاسترس؟ في عندنا جدول في الكتاب، جدول في الكتاب يوضح وظائف الابنفرين يا جماعه اثناء استرس الابنفرين والنور ابنفرين. فاول نقطه يا جماعه تعرفوا انه اثناء الاسترس الابنفرين والنور ابنفرين بزيد تحطيم الليفر والمصل للجلايكوجين مشان يحرر منها جلوكوز. مشان شو يحرر منها؟ جلوكوز. اوكي، اذا اول نقطه الابنفرين والنورابنفرين اثناء الاسترس بتروح على العظم، سوري، على المصل وعلى الليفر، بتحطم الجلايكوجين مشان ينتج منه جلوكوز. وهذا الكلام اخذته في البايوكيمستري، هذه عمليه بنسميها جلايكوجينوليسيس. رقم اثنين، بزيد تحطيم الادبس تيشو مشان يعطونا تو فاتي اسيد اند مونوجلوسرايد
اوكي. النقطة الثالثة اللي بنفرن نور بنفرن يا جماعة، بيزيد الهارت ريت، بيتحد مع البيتا ريسبتور بالهارت، بيزيد الهارت ريت، ولما يزيد الهارت ريت والكونتراكتيفيتي الهارت يعني بيزيد الكارديك فانكشن، ممكن يزيد البلد بريشر. نقطة أخرى، الابنفرين والنورابنفرين أثناء الاسترس يا جماعة بيعمل فازو كونستركشن في أماكن وفازو دايليشن في أماكن أخرى في البلاد فيزل. هذا الكلام بيؤدي إلى تحويل الدم من الفيزرام من الأحشاء لمين؟ للسكيليتال مصل الطرفية. أوكي، فالجزء الأول بصير فيه فازو كونستركشن بالفيزرا، والجزء الثاني بصير فيه فازو دايليشن، فبزيد تدفق الدم لمين؟ للسكيليتال مصل. النقطة الخامسة والأخيرة، مثل ما تعلمنا أيضا يا جماعة بالريسبيراتوري سيستم، الإبنفرين والنور إبنفرين اللي هي بالسمباثيتيك أكتيفيتي إلها ريسبتور وين؟ باللنج، تعمل ارتخاء للعضلات فبزيد الفنتيليشن، بصير برونكيو دايليشن، برونكيو دايليشن فبتوسع الإيرويز، بتوسع إيش؟ الإيرويز. لهذا السبب إذا أنتم ذاكرين كنا نحكي إنه الأزمة بنعطيهم بيتا 2 أجونيست مشان تعمل توسيع القصبات الهوائية اللي سميناها برونكيو دايليشن. شو سميناها؟ برونكيو دايليشن. إذا هيك يا جماعة احنا بنكون أخذنا عرفنا إيش الستريس وأخذنا أمثلة عنه، حكينا في الستريس بزيد الإبنفرين النورابنفرين والكورتيزول، مسكنا الكورتيزول شفنا وظائفه العادية بالوضع الطبيعي وأثناء الستريس، وبعدين حكينا شوي عن مين؟ عن الإبنفرين وعلاقته زيادته أثناء الستريس. النقطة الأخرى، في نهاية كل جلاند لابد أن نأخذ بعض الأمراض، إحنا يا جماعة disorders، لابد أن نأخذ بعض إيش disorders، فالdisorder رح نأخذها يا جماعة. طبعا بالنسبه للابنفرين والنورابنفرين اذا زادوا بزيد الهايبر، بزيد الهارت ريت، بيعمل هايبر تنشن وكارديو فاسكولار ديزيزز، اللي شيء سهل. بالنسبه للابنفرين والنورابنفرين بزيد الهارت ريت، بزيد بيعمل هايبر تنشن، بيعمل اثيروسكلروس وتصرف الشرايين، يعني باختصار بيعمل لنا شيء اسمه كارديو فاسكولار ديزيزز. نيجي نحط عنوان يا جماعه ديس اوردر لمين؟ للكورتيزول، وهذا المهم جدا بالنسبه لنا. نحط لنا عنوان What is the disorders of cortisol؟ أنا الكورتيزول له كنترول من هايبوثالاموس لأنتيري بيتيوتري لأدرينال جلاند، وبتم إفرازه بكمية معينة لا بدي تزيد ولا بدي تقل. إذا قل حالة مرضية بيسموها العلماء أدرينال انسفيشنسي، وإذا زاد حالة مرضية بيسموها العلماء كوشين ديزيز. إذا خلينا نكتب بالديسوردر رقم واحد الهايبوسيكريشن of cortisol، الهايبوسيكريشن of cortisol. نكتب العنوان الأول hyposecretion of cortisol. تم العلماء طبعا لما أحكي أنا عن high secret عن low سوري، أول شيء نحكي عن hyposecretion بعدين نحكي عن hypersecretion. الجزء الأول hyposecretion of cortisol، بمعنى اخر انه انا الكورتيزون عندي بالدم بشكل مزمن ماله بكون تركيزه منخفض او كرونيكلي بكون lower than normal، اقل من الطبيعي. هذه الحاله انه فيش كورتيزول عندنا في الجسم، يعني بكون بشكل مزمن تركيز الكورتيزول بالدم منخفض، سموها العلماء باسم adrenal insufficiency. شو سموها العلماء؟ adrenal insufficiency. اوكي؟ سموها العلماء باسم ادرينال انسفيشنسي. فالادرينال انسفيشنسي هي عباره عن اللو ليفل اوف كورتيزول ان ذا بلاد. اوكي، لهذا السبب يا جماعه اذا واحد ما عنده كورتيزول كثير فاكيد راح يفقد الاعراض اللي بيعملها الكورتيزول. فالكورتيزول قبل شوي حكينا بيحطم وبينتج طاقه وبيعمل ضغط دم وبيعمل سكر، اذا ما في تحطيم فبصير عندنا ويك ضعف ونعاس، بصير عندنا ايش؟ لوس اوف ابيتايت ايضا هون، لوس اوف وات؟ اوف ابيتايت. فيش عندنا بيرمسيف رول، بكل ضغط الدم، بكل عندنا ايش؟ ضغط الدم. فيش تحطيم لجلايكوجين، فيش تصنيع جلوكوز، فبكل عندنا ايش؟
البلاد بريشر، بكل عندنا ايش؟ البلاد بريشر. فهذه كلها اعراض لمين يا جماعه؟ لا الهاي بوستيكيشن اوف كورتيزول، او اللي بنسميها الادرينال انسفيشنسي، قلل الكورتيزول ما بيأديش وظائفه، بطل يحطم، صار عنا ويكنس، صار عنا نعاس، فيش ابيتايت، بطلنا نحطم، لانه في الشهيه، فيش بيرمسيفرول، بكل البلد بريشر، فيش تصنيع سكر او تحطيم جلايكوجين، فبكل السكر عندنا في الجسم. هذا اكثر شيء بيكون بعد الصيام. اوكي؟ اذا يا جماعه هذه كلها بنسميها ايش؟ ادرينال انسفيشنسي. شو بنسميها؟ ادرينال انسفيشنسي. طبعا بشكل رئيسي يا جماعه احنا اي حاله مرضيه بالادرينال انسفيشنسي ممكن يكون حكينا برايمري او سكندري او تيرشري. برايمري بيكون بالادرينال جلاند المشكله، ديستركشن للخلايا. سكندري بالانتيبوتيتري، وتيرشري وين بيكون؟ بالهايبرثلاموس. حكينا معظمهم بيكون عبارة عن ايش؟ مشاكل وين بتكون؟ في البرايمري. من الأسباب الرئيسية للبرايمري أدرينال انسفيشنسي يا جماعة بعض الأحيان بيكون بسبب توكسينز، بسبب بكتيريا، بسبب تيومر بهاجم الأدرينال كورتكس، بعض الأحيان بسبب التوبركلوزز، بعض البكتيريا هون أوكي اللي بتدمرهم. أوكي، بعض الأحيان بسبب انفيزيو تيومر، وهي حالة نادرة. بعض الأحيان يا جماعة بصير جهاز المناعة يهاجم الأدرينال جلاند ويدمرها. كل هذه الأمور هنا تؤدي إلى نقص عدد الخلايا اللي بتعطينا إيش؟ الكورتيزول، فبصير أدرينال إنسافيشنسي أو هايبو سيكريشن أوف كورتيزول. مثل ما حكينا ممكن يكون عندنا برايمري، وممكن يكون عندنا إيش كمان؟ سكندري. ممكن يكون برايمري أو سكندري. النوع البرايمري يا جماعة اكتشفه عالم اسمه اديسون، فسموه باسم اديسون ديسيز. فالاديسون ديسيز يا جماعه هو عباره عن برايمري ادرينال انسفيشنسي. لو اجي اقول لك شو هو الاديسون ديسيز، فالاديسون ديسيز هو عباره عن الهايبو سيكريشن للكورتيزول اللي نوعه برايمري مش سكندري. شو اعراضه؟ فيش طاقه، في ليثارجي، فيش طاقه، فيش ابيتايت، فيش بلاد بريشر، بكل ضغط الدم بصير عندهم هايبوتنشن، فيش تحطيم، فيش سكر، بكل عندهم السكر في الدم ايضا. اوكي، وايضا يا جماعه ممكن يتاثر ايش كمان بالحاله هذه؟ يتاثر ايش؟ الالدوستيرون. ولما يتاثر الالدوستيرون، كل الالدوستيرون، فبصير عندنا ايش؟ خلل في تركيز ال ان اي والكي، لانه بنعرف ان الالدوستيرون بده اياه تركيز معين، بيمسك ان اي وبيطلع كي. فاذا صار خلل في تركيز الالدوستيرون بصير عندنا امبالانس في تركيز ال ان اي والكي والمي ايضا هون. اوكي، لانه بنعرف انه الالدوستيرون بيلعب دور كبير في انه يمسك ان اي ويمسك ميه ويطلع كي. لهذا السبب اذا صار في خلل في تركيز الالدوستيرون راح يعمل امبالانس في الان اي والكي. هذا بالاضافه للاشياء اللي حكيناها قبل شوي بالنسبه لهم هذول هون. اوكي، اذا يا جماعه البرايمري ادرينال انسفيشنسي اكتشفه عالم اسمه العيلة اديسون. فباختصار شديد بيسموا العلماء الادرينال انسفيشنسي او الهايبو سيكريشن الكورتيزول باسم اديسون ديسيز. اوريدي في مجموعه بكل شعبه راح تحكي برزنتيشن كامل عن شيء اسمه اديسون ديسيز. هذا البرايمري. اوكي، هذا ايش؟ البرايمري. طبعا هذا البرايمر اللي حكينا عنه، الاعراض فيها هايبوتنشن وبكل السكر في الجسم، وصير عندهم كرونيك فاتيك سيندروم اند سو اون. بعد البرايمري ممكن يكون في عندهم ناس، بعض الناس سكندري، والسكندري بتكون المشكله مش في الادرينال جلاند، بتكون المشكله في الانتيريور بيتيوتري، وتحديدا نقص في الاي سي تي اتش ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون. اذا هذا الجزء الاول يا جماعه فيما يخص ايش؟ فيما يخص نقص الكورتيزول، السيمتومز اللي له وانواعه سواء كان برايمري او سكندري، والاساس هو والموست كومون هو
البرايمري اللي سميناه باسم اديسون ديسيز. طبعا بعد ما حكينا عن البرايمري وعن السكندري، السكندري حكينا ايضا هو عباره عن نصبين بالاي سي تي اتش، اوكي، بالاي سي تي اتش بشكل عام اللي هو الادرينو كورتيكو هرمون اللي بيتم افرازه من البوستيريور بيتوتري بسبب بعض البيتوتري ديزيزز. طبعا كيف بنشخصه؟ عين الدم بقيسه هرمونات البيتوتري والادرينال كورتكس وبيعرفوا انه برايمري او سكندري او تيرشري، شو علاجه الميسينج هرمون بيعطوه اياه بدون اي مشكله. هون مليان الصيدليه كورتيزول باشكال صيدلانيه مختلفه ايضا. عكس الهايبوسيكريشن يا جماعه، عكس الهايبوسيكريشن، عكس الهايبوسيكريشن، في عندنا الهايبر سيكريشن للكورتيزول. الهايبر سيكريشن للكورتيزول يا جماعه هو عباره عن الاكسسيف كرونيك انكريز اوف ذا كورتيزول ان ذا بلاد even in a non-stressed individual, even in a non-stressed person. يعني بدون ما يكون عنده ستريس الكورتيزول بيكون عنده عالي، او مع الستريس. هذا بسموه يا جماعه باسم هايبر سيكريشن اوف كورتيزول. اكتشفوا عالم اسم عودة كوشنج، اسم عيلته كوشنج، فبيسموا الزياده بافراز الكورتيزول باسم كوشنج سيندروم. شو اسمه يا جماعه؟ كوشنج سيندروم. طبعا كوشنج سيندروم زياده بالكورتيزول. انواعه ممكن يكون برايمري، بتكون عاده تيومر موجود في الادرينال جلاند، يكون عاده تيومر موجود في الادرينال جلاند، او ممكن يكون سكندري. لما يكون سكندري يا جماعه بتكون المشكله وين؟ المشكله ايش؟ بسبب مشكله وين؟ في البوستيريور بيتيوتري. اذا الكوشنج سيندروم او الهايبر سيكريشن هو زياده بالكورتيزول، سواء حتى لو ما يكون في عندهم ستريس، تقسم الى انواع برايمري او سكندري. اذا برايمري بكون التيومر موجود في الادرينال جلاند، او يكون سكندري فبيكون التيومر موجود في الاي سي تي اتش سيكريتنج تيومر في البيتيوتري جلاند. هل عاده يا جماعه كلمه في الانتيريور بيتيوتري؟ نعم، بالانتيريور بيتيوتري. اذا بيكون سكندري بيكون بالانتيريور بيتيوتري، واذا بيكون برايمري بيكون مشكله بالادرينال كورتكس. هلا عاده كلمه سكندري اكثر شيء بيربطوها لمين العلماء؟ للكوشنج ديزيز. كلمه سكندري بيربطوها العلماء لشيء اسمه كوشنج ديزيز. فالكوشنج ديزيز يا جماعه عاده بيكون زيادة في الكورتيزول، بيكون عادة انكنترول كاتابوليزم لمين؟ للبون وللمصل وللسكن ولأعضاء أخرى في الجسم. وعادة هاي بتكون الكلمة أكثر شيء لإشي اسمه سكندري. لمين بتكون؟ لسكندري. فبكون الكورتيزول يا جماعة عندهم مالي هدول عالي. شو اسم المرض؟ كوشنج ديسيز. شو أنواعه؟ برايمري أند سكندري. طيب زاد الكورتيزول، سموه المرض باسم كوشنج ديسيز اللي هو بشكل رئيسي السكندري، شو المشاكل اللي راح تصير عند هذا الشخص؟ يعني باختصار شديد انا كاني بحكي شو السايد افكتس للكورتيزول. فالكوشنج ديزيز يا جماعه، كوشنج سيندروم، اول شيء راح يصير تحطيم عنده للبون، فبصير البون ضعيف في اوستيوبروسيس. تتحطم عنده ايش؟ تتحطم عنده ايش؟ العضلات، فبصير ماسل ويكنس. اوكي، فمثل ما حكينا بزيد الكاتابوليزم للبون فبصير هشاشة عظام، بزيد تحطيم المصل بصير مصل ويكنس،
بزيد تحطيم الجلايكوجين فبزيد السكر، كأنه عنده ايش؟ ديابيتس مليتس. بزيد الكورتيزول انتي اميون، بثبط لنا جهاز المناعه، اميون سبريشن. ايضا بحطم الدهنيات، الاديبوستيشيو، بحطمها الاديبوستيشيو تراي جليسرايد، لا تو فات ماتيريال زائد تو فات زائد جليسرول، بذوبهم من منطقه البطن الابدومين، بحطمهم وبروح بجمعهم وين؟ في منطقه الفيس، الفيس، منطقه الفيس والنك. لهذا السبب اذا واحد بياخذ كورتيزول لفتره كبيره بتشوف وجهه منفخ هون، اوكي؟ شو المشكله؟ ليش صار عنده هيك؟ سببين، السبب الاول انه الدهنيات اللي بتكون موجوده في منطقه الابدومين، ابدومين وبلفيك كافيتي، ذابت من هناك، حول الترايجليسرايد الى تو فاتي اسيد زائد واحد من الجليسرايد، ومسكوهن وراحوا ردوا حطوهن وين؟ في منطقه الفيس ومنطقه النك والهيد، فبصير عندهم ريديستريبيوشن للفات. بنشيلهم من منطقه البطن وبنحطهم في منطقه الهيد، فبصير عندي شيء اسمه بفلو هام او مون فيس، بكون وجهه مثل القمر، بس هو بكون ايش؟ السبب داير هنا انه الدهنيات الموجوده في البطن ذوبناها ورضينا حطيناها وين؟ في منطقه الهيد والفيس والنك ايضا هون، اوكي؟ هذول الناس يا جماعه بيصير عندهم البيرميسيف رول، فبصير عندهم زياده بالهارت ريت، فبصير عندهم هايبرتنشن. فبالخلاصه يا جماعه بنحكي انه السايد افكت للكورتيزول او للكوشنج اوستيوبوروسيس، ماسل ويكنس، انكريز ان شوجر از ان دايابيتس ميليتس، اميونو سبمشن سبريشن، و ريديستريبيوشن للدهنيات، وحكينا كيف من منطقه البطن لمنطقه الوجه، وبالاخر بصير عندهم ايش؟ هايبرتنشن. مثل ما حكينا يا جماعه، طبعا اذا كان برايمري او سكندري عيني بالمختبر نفحص الهرمون نميز انه برايمري او سكندري. السبب هو مينلي بيكون تيومر. العلاج يا جماعه اذا تيومر، افضل شيء بالنسبه للتيومر اللي هو سيرجيكال ريموفال اوف ذا تيومر. فاذا كان موجود في الادرينال جلاند بيعملوا سيرجيكال ريموفال بيتيتري تيومر. اذا كان موجود وين؟ في البيتيتري جلاند، الاتير بيتيتري، بيعملوا سيرجيكال ريموفال للتيومر. واذا كان موجود في الادرينال جلاند بيكون عاده اما موجود على الرايت او على اللفت، يعني صعب جدا يكون موجود على الجهتين، عاده في جهه، فبيعملوا له ادرينالكتومي، بيشيلوا مين يا جماعه عنده؟ الادرينال جلاند والميسنج هرمون، اللي لما يشيلوها الميسنج هرمون اللي بطل الجسم يصنعها بيعطوها اياه كايش؟ كعلاج، بيستعيضوا عنها. اوكي؟ بيستعيضوا عنها كايش؟ كعلاج. بنكون هيك يا جماعه اخذنا الهايبو سيكريشن اند هايبر سيكريشن اوف كورتيزول. الهايبو نحكي عنه اديسون مينلي برايمري، والسكندري يا جماعه نحكي عنه كوشنج مع السايد افكت بالنسبه لهم. اوكي؟ بالخلاصه يا جماعه لو اسال انا سؤال هلا، حكينا عن الستريس، حكينا عن الكورتيزول والابنفرين والنورابنفرين وظائفهم الطبيعيه، واذا زادوا او قلوا بيعملوا لنا امراض، ولكن لو اسال سؤال What is the price of the stress؟ سؤال عام، خلاصة. اوكي؟ نكتب على الشات يا جماعة، نكتب على الشات What is the stress؟ The price of the stress؟ شو ثمن الستريس؟ الجواب أول شيء osteoporosis، هشاشة عظام بشكل رئيسي. رقم اثنين بزيد السكر في الدم. اوكي؟ رقم ثلاثة بدمر لنا جهاز المناعة. رقم أربعة بيعمل لنا cardiovascular diseases. رقم خمسة على اللونج تيرم، قبل شوي حكيت أنا بزيد الألدوستيرون، فإذا زاد الألدوستيرون بالكورتيزول فترة كثير كبيرة، بعد فترة ممكن، بعد فترة ممكن يزيد الكورتيزول بعد فترة طويلة. الألدوستيرون إذا زاد بحبس مي وملح. لهذا السبب يا جماعة الواحد إذا بأخذ كورتيزول لفترات طويلة أشهر وسنوات جرعات عالية، شو بصير لوزنه؟ وزنه بزيد. هو عملياً ما زاد وزنه، هو زاد مي وملح بشكل رئيسي، لانه الالدوستيرون زادها، النقطه الاولى. والنقطه الثانيه اذا شفت وجهه منفخ بكون الدهنيات الموجوده في منطقه البطن ذابت من البطن واجت وين؟ في منطقه ايش يا جماعه؟ في منطقه الفيس. اوكي؟ هذا بنسميه يا جماعه بالخصوص باسم البرايس اوف ذا ستريس، شو ثمن
الاسترس. ننتقل يا جماعة لموضوع آخر اللي هو نطبق الاندوكراين سيستم يا جماعة على جسم الإنسان. لو نطلع على الهيومن بادي يا جماعة، من الأشياء المهمة جسم الإنسان اللي هو الطول. الطول مهم ولا مش مهم؟ جاوبوني، طولك متر ونص ولا مترين ولا متر وسبعين ولا متر وثمانين، مهم ولا مش مهم؟ جاوبوني يا جماعة الخير. حتى في ناس أحيانا تسألهم قديش طولك ما بيرضاش يحكي، صح ولا لا؟ بيستحي، صح؟ فطولنا مهم. طيب مين بدي أسأل سؤال؟ شو اللي بحدد طولي أنا؟ أي سيستم جسمي بحدد طولي؟ الدايجستيف سيستم؟ ولا الإندوكراين؟ ولا سوري، ولا النيرفس سيستم؟ طبعا اكيد الاندوكراين بأثر على طولي، بس اي سيستم بأثر على طولي غير الاندوكراين؟ شو اللي بحدد طولي هلا؟ شو اللي بنقيس ايش احنا بالواقع لما نقيس طولنا؟ نيرفس ولا ماسكولار ولا سكيليتال بون؟ شو رايكم؟ نعم صحيح، سكيليتال مسل، سوري السكيليتون، السكيليتون البونز العظيمه يا جماعه اللي بتحكم بطولي. لهذا السبب اجي يا جماعه في الجزء الاخير اجى المؤلف بده يطبق الاندوكراين سيستم على الجروث، على النمو، وافضل نمو في جسمنا اللي هو نمو العظم. النمو العظم يا جماعه بيحدد طولي، قديش انا الطول اللينك بالنسبه لي. لهذا السبب يا جماعه لما احكي عن جروث انا واسال سؤال، وات از جروث؟ شو النمو؟ الجروث increase in mass, increase in size, increase in weight, increase in cell proliferation, increase in meiosis and mitosis. هذا كله اسمه growth. فالgrowth هو زيادة في الحجم، في الوزن، في الانقسام. سؤال، شو العوامل اللي بتأثر على الgrowth؟ شو العوامل اللي بتأثر على الجروث يا جماعة؟ كثير عوامل بتأثر على الجروث، كثير عوامل بتأثر على الجروث. الانفايرمنتال فاكتور بتأثر على الجروث، الحرارة بتأثر على الجروث، الهيوميديتي، النيوتريشن، شو بتغذى أنا أو ما النيوتريشن أو فقط بالتغذية عندي، الجينيتكس بتأثر على الجروث. هذول كل ما بيهمونا يا جماعة، احنا بيهمنا اليوم إشي واحد اللي هو شو تأثير الهرمونات على مين؟ على الجروث. انا بيهمني بس الاندوكراين سيستم، بقيه المواد يا جماعه راح تاخذوها في التغذيه، راح تاخذوها في التغذيه او بسموها التغذيه. حدا منزل تغذيه منكم؟ ممتاز. لهذا السبب يا جماعه بدنا ناخذ النمو بجسمنا، نطبق الاندوكراين على النمو في جسمنا، وافضل شيء نطلع على طولنا، واللي يتحكم بطولنا يا جماعه هو طول مين؟ طول العظم يا جماعه، اللونج بون لينكث. نطلع على الرسمه هذه، لما نطلع على العظمه هذه يا جماعه، هذه الرسمه عندنا هنا الاكس اكسس العمر، من عمر يوم، سنه، سنتين، ل 20 سنه، هنا معدل النمو. طلع هنا هذا الكيرف بيمثل لي الريبرودكتيف اورجان، هون الهايت الارتفاع، هون الديفلوبمنت اوف ذا نيرفس سيستم. هون يا جماعه اللي بدي احكي انا بناء على الرسمه هذا اللي عندنا هنا، سؤالين بدي اسال. السؤال الاول،
هل الجروث ريت للنيرفس سيستم للريبرودكتيف سيستم مثل البون مثل النيرفس سيستم، ولا في فرق بين الجروث ريت معدل النمو؟ جاوبيني، اكتبوا على الشات، اكتبوا على الشات يا جماعه. سؤال، هل الجروث ده سأل سؤالين هون، هل الجروث ريت متساوي ولا مختلف؟ في فرق، مختلف. ممتاز، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يا جماعه، نتطلع على هون، بتلاحظوا هنا كم فئة عمرية، كم فئة عمرية الجروث زاد فيها بشكل ملحوظ بالثلاثي؟ كم فئة عمرية زاد فيها هون الجروث؟ هون من هون من عمر يوم ل 20 سنة، هذا الخط هون، كم فئة هيك فجأة زاد بشكل مميز؟ أنا بقول لكم وقت زاد هون، زاد هون شوي، أول سنتين، أول سنتين زاد، ورد زاد وين؟ هون طلع لفوق الخط هذا، طلع هون عند ال 15 16، يعني زاد عند البيرث بالانفانس حديثي الولاده اول سنتين، وزاد وين؟ عند البيوبرتي، عند البلوغ، طلع كل زاد هون. اوكي، ففي عندنا فئتين عمريات بزيد فيهن الجروث بشكل ملحوظ. طبعا لو اسال سؤال، مين اهم هرمون للجروث في جسم الانسان؟ مين اهم هرمون للجروث في جسم الانسان يا جماعه؟ جاوبوني في المحاضرات السابقه، مين اهم هرمون مهم للجروث في جسم الانسان؟ يلا يا جماعه جاوبوني، يكتب على الشات، ولا بعرفكم تدرسوش. الجروث هرمون، كلام سليم. طب لو انا اعطيكم سؤال، احكي لكم اعلى تركيز جروث هرمون بجسم الانسان لشخص واحد عمره 6 سنين او 14 سنه او 30 سنه او 50 سنه. 6 سنين، 14، 20، 50، مين اعلى؟ كلهم عندهم جروث هرمون. مين ذا هايست؟ كلام سليم. ذا هايست يا جماعه، ذا هايست كونسنتريشن اوف جروث هرمون بريزنت ان ذا ادوليسنس نيوبرتي اند سن البلوغ، اللي بكون تقريبا 12 13 14 15، هذه الفئه العمريه بيكون اعلى تركيز ده وين؟ الجروث هرمون. طيب مثال راح ناخذه يا جماعه، احنا عندنا هنا راح ناخذ في مقدمه اليوم بنكمل فيه بالمحاضره السابقه، اللي هو عباره عن الجروث اوف ذا بون. لما اطلع على الجروث اوف ذا بون، انا بطلع على ايش يا جماعه؟ اللونج بون. مثل ما عرفنا يا جماعه، اللونج بون في عندنا هنا، في عندنا الابيفيسز، هذا الهيد اسمه ابيفيسز، وفي عندنا الشافت اللي هي دايفيسز. بالابيفيسز يا جماعه في عندنا هنا كومباكت بون، في عندنا سبونج بون اخذناهن، برضه في عندنا هون بالابيفيسز في عندنا هون يا جماعه خط، هذا الخط بنسميه ابيفيشال جروث بليت. شو بنسميه يا جماعه؟ ابيفيشال جروث بليت. طبعا احنا بنعرف يا جماعه انه في عندي انا خلايا عظميه هنا اسمها اوستيوبلاست اماتشور، فالاوستيوبلاست هو عباره عن البون فورمينج سيل، البون فورمينج سيل. اوكي، فالاوستيوبلاست البون فورمينج سيل لما تكون ماتريكس بصير اسمها اوستيوسايت، اللي هي الماتشور بون سيل، اللي هي ايش؟ الماتشور بون سيل. بنعرف يا جماعه انه الكارتريج بتحول لبون في عمليه اسمها اوسيفيكيشن. شو اسمها؟ اوسيفيكيشن. فعندنا يا جماعه في منطقه اللي بيفيشل الجروث بليت، هذه منطقه نمو. اوكي، هذا الجروث الموجود هون يا جماعه هي عباره عن منطقه ايش؟ هذا هي عباره عن جروث اريا تحت تأثير الهرمون، بصير عندنا هنا differentiation وسيل ديفيجن في منطقة مين يا جماعة؟ اللي فيش الجروث بليت، تكون خلايا، هاي الخلايا تنزل لتحت، فبزيد الخلايا بالطول، بزيد البون في الطول، هذا اسمه لينجتيودنال جروث، ممكن يصير في العرض، يزيد القطر بالنسبة له، نسميه ايبوزيشنال جروث. طبعا هذه المنطقة الاكتفلي ديفايدنج بليت بضل ينقسم إلى ما لا نهائي؟ لا. أوكي؟ بعد فترة من الزمن هذا الابيفيشال بليت يا جماعة ماله؟ هذا الابيفيشال بليت يا جماعة اللي يحتوي على بروليفريتنج كارتليج، اللي هو عبارة عن كونكتيف تيشو بتكون من الكارتليج وأذر
فايبرس بروتين. اوكي بضل الى ما لا نهايه؟ طبعا لا. بعد البلوغ يا جماعه بسكر، بصير اسمه بفيشل بليت. لهذا السبب تقريبا يا جماعه بعد ال 16 17 بشكل رئيسي حوالي 90% ماله بسكر مينلي، وما بصير جروث بالنسبه له هون. اوكي لهذا السبب تقريبا خلاص كل واحد منا ايش منكم يقبل طوله. مبسوطين بطولكم كلكم يا جماعه ولا في حدا زعلان؟ كلكم مبسوطين بالطول؟ دائما الحمد لله. اوكي هذه يا جماعه تحت تاثير هرمونات من ضمنها الجروث هرمون، البيت هذا بدل ينمو لحد معين بعدين بتحول ل بسكر، بصير فيشل كلوجر، بصير اسمه لاين. هذا الكلام اخذتوه في الاناتومي بشكل رئيسي هنا. هلا نيجي لسؤال يا جماعه المهم بالنسبه لنا. طبعا هذه الفاكتورز اخذناها، ما بتلزمنا هل نحكيها هنا ان اخذناها. نسال تركيزنا احنا اليوم لا راح نحكي عن الانفايرمنت ولا عن التغذيه ولا عن الجينيتكس، راح ناخذ تاثير الاندوكراين سيستم على الجروث. فالهرمونات الرئيسيه يا جماعه اللي بتاثرنا على الجروث مثل ما حكيتوا قبل شوي، الجروث هرمون من خلال الاي جي اف، ثايرويد هرمون، الانسولين، الاستيرويد السكس هرمون اللي هو الاندروجين الاستروجين، وايضا الكورتيزول. In addition to these hormones يا جماعة في عندنا مجموعة من البيبتايد بسموها growth factor اللي بتشتغل منها كبراكراين ايجنت او اوتوكراين ايجنت، لها علاقة بالستيموليشن للديفرنشيشن اند اور سيل ديفيجن. هذا الجروث فاكتور يا جماعة اللي بتأثر على سيل ديفيجن بيسموها مايتوجين، انقسام بزيد الميتوسيس. الا انه ايضا الله سبحانه وتعالى خلق في جسمنا شيء اسمه growth inhibiting factor that inhibits cell division in specific tissue. فانا يا جماعه الجروث بدي اعمل له مونيتورينج، بدي مره growth factor اللي هو مايتوجين اوكي اللي هو يعمل cell division، وبدي شيء اسمه growth inhibiting factor مشان اعمل كنترول للجروث، لان الجروث اذا ما صار له ريجوليشن تتحول خليه عاديه لا سمح الله لايش؟ لخليه سرطانيه. What are the major hormones؟ نمبر 1 هون أهمية المقدم حاطط الجروث هرمون من خلال إفراز اي جي اف الليفر. رقم 2 الثايرويد تأثيره إيجابي. رقم 2 الثايرويد هرمون تأثيره إيجابي أيضا. رقم 3 الأنسولين وهو أنابوليك ستيرويد تأثيره إيجابي بوزيتيف. رقم 4 السكس هرمون اللي هي الأندروجين إن ذا ميل الأستروجين إن ذا فيميل، تأثيره هذا بيكون ديوال أكشن بوزيتيف ونيجاتيف. أول شيء بيكون بوزيتيف تاثيره على الفيشل بليت بخليه ينقسم وتطول العظم من الجسم، بعدين بسكر بيعمل الفيشل كلوجر، فتاثيره بوزيتيف اند نيجاتيف. الكورتيزول شو رايكم يا جماعه؟ شو تاثير الكورتيزول بيكون؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اخر سؤال لليوم. كورتيزول بيكون تاثيره بوزيتيف اور نيجاتيف؟ بيكون نيجاتيف يا جماعه، بيكون تاثيره ايش؟ نيجاتيف. يعني اذا طفل اذا هذا الهرمونات الرئيسية اللي لها علاقة بالتأثير. في نقطة بدي أحكيها للكورتيزول ما حكيتها. إذا طفل عمره سنة، طفل عمره سنة، هذا الطفل انولد جينيتكس عن أبوه وأمه وتغذية متوقع إنه طوله يكون 180 سم مثلا. إذا هذا الطفل اللي عمره سنة مرض يا سمح الله واضطروا يعطوه جرعات عالية جدا من الكورتيزول لأربع خمس شهور، هذا الكورتيزول راح يعمل inhibition for cell division. inhibition for DNA replication. فاللينير جروث لهذا الطفل بدل 180 لما يكبر يصير 170 او 160. تخيلوا. اوكي؟ طبعا انا بحكي عن عمر صغير، فتره زمنيه طويله، جرعه ايش؟ جرعه عاليه. المحاضره الجايه ان شاء الله راح نبلش فيهم الهرمونات، اول هرمون راح نبلش فيه اللي هو عباره عن الجروث هرمون. يعطيكم العافيه والسلام عليكم. Any question؟